يا ربي تقبل توبتنا يا ربي واغفر زلتنا وتعطف وامح خطيئتنا فاجب يا ربي دعوتنا وارحمنا يا الله يا سابغ النعمات يا دافع النقمات يا سامع الدعاء الله يا واسع العطاء الله يا دافع البلاء الله فاصفح ربي عما مضى وادفع عنا سوء القضاء بالمصطفى والمرتضى يا ربي أنعم بالرضا آمين. الله من كل بلاء هو ينجينا الله ولدرب الخير هو يهدينا بعلي الطهر مذ يأتينا. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مشاهدينا الكرام السلام عليكم جميعا أينما كنتم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في برنامجكم المستبصرون الذي يتناول سيرة ومراحل التحقيق والبحث والاطلاع لدى المتحولين من مذاهبهم الموروثة إلى مدرسة أهل البيت عليهم السلام. ضيفنا هذه المرة الأستاذ منير محمد سعيد من نيجيريا، طالب في مرحلة ليسانس فقه إسلامي ومعارف دينية. مرحبا بكم. جزاكم الله بخير. فاصل قصير ونبدأ الحوار فابقوا معنا. الله يا الله يا الله يا الله الله يا الله يا الله يا الله يا مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام. في البداية فضيلة الأستاذ، ظاهرة التحول أو الاستبصار في هذا القرن، يعني إن عددنا هذه السنوات من القرن الماضي أو في هذين القرنين، هي بشكل لم يعني تسبق إليه في القرون الأخرى، ويبدو أن الأسباب متعددة لأن الناس في بلدان مختلفة يستبصرون. أنتم في نيجيريا كيف كانت بدايات ظاهرة الاستبصار وما هي العوامل التي ساعدت على ذلك؟ لكن في البداية تعرفون أنفسكم إلى المشاهدين. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى بيت الطيبين الطاهرين. اسمي منير محمد سعيد، ولدت في سنة 1979 الميلادية. وقد تعلمت القرآن واللغة العربية على يد والدي وشيئا من مذهب المالكي، ومن ثم أخذني إلى مدرسة ابتدائية حيث انتهي بعدما انتهيت من هذه الابتدائية إلى الإعدادية وإلى على الجامعة، حيث تخرجت بدرجة ليسانس في اللغة العربية وقسم الأعلام. وبعد ذلك
حصلت على القبول في الجمهورية الإسلامية الإيرانية حيث أنا الآن فيها أستمر بدراستي الحوزوية. نعم جيد. ومن جانب الحوزة أيضا قد قرأت شيئا هناك وكنت من المبلغين والمدرسين أيضا. نعم هناك في نيجيريا. نعم نعم. كيف كانت المسيرة إلى التعلم؟ نعم. وبالنسبة للتشيع وما يشاهده الآن العالم الآن أو اليوم من التحول، كما قلتم أن هناك أسباب عدة، لكن هذه الأسباب أو بالنسبة للنيجيريا خاصة هذه الأسباب يبدو أنها تتلخص في اثنين، يعني التي تأثرت كثيرا تتلخص في اثنين. أول هذا الانقلاب للإمام الخميني الذي سبب أو الذي كان باعثا في نشر الكتب. طبعا عند العرب الانقلاب يعني شيء آخر، يعني تقصدون ثورة، يعني الثورة. الثورة بعد هذه الثورة الكتب انتشرت إلى بلدان الأفريكا وخصوصا إلى نيجيريا. وثانيا هناك حركة إسلامية في نيجيريا أيضا، وفي هذه الحركة كان هناك القليل من الشيعة. قبل الثورة كانوا شيعة. بعد الثورة كانوا شيعة. يعني هذا سبب خاص يخص نيجيريا أيضا. يخص نيجيريا. فكان بين هؤلاء الشيعة الأقلة الشيعة شنوا البعض الطرف الآخر العداوة عليهم وسببوا الفوضى بين الإخوة وجعلوا يأتون بأقوال شنيئة وبشئة وينسبونها إلى الشيعة، كما تعرفون افتراءات التي تفترى التي تنسب إلى الشيعة، مثل أنهم يؤمنون بأن علي هو النبي بدلا من النبي وما إلى ذلك، وعندهم قرآن آخر ذلك. وهذا سبب لمن يستطيع أن يقرأ أن يبحث، والذي لا يستطيع أن يقرأ يسأل ماذا يقولون. فانفجر الأمر. ففي خلال سنة أو ثلاث سنوات تشيأ تقريبا نصف الحركة، نصف الإخوة من الحركة التي كانت سنية في البداية. التي كانت سنية في البداية. من المثقفين وغيرهم أيضا ومن التابعين، كل من ينتسب إلى الحركة أكثرهم نصفهم تقريبا أصبحوا شيعة. وبعد سنوات الآن أصبحت الحركة بعنوان الشيعة أيضا، يعني كل من تجده في هذه الحركة فهو شيعي أيضا. يعني قبل الثورة الإسلامية لم يكن هناك تشيع في نيجيريا. وإن كان فالمتشيعين مخفيين وقليلون جدا جدا. وأنا أتذكر هناك شخص كنت أراه في عن طريق إلى المدرسة، كان أنا فيما أنظر إليه هو رجل مثقف وعالم وعنده معارف كثيرة، وطبائعه بعض يعني سلوكه يختلف عن سلوك بعض الناس الذين كانوا في مثل سن واحد معه. فبعد التشيع الإخوة من الحركة فهمت أنه شيئيون، يعني في السابق من قديم كان شيئي لكن يختفي ولم يعلم به أحد. وهناك بعض العلماء أيضا الذين ذكر أولادهم أنهم كانوا يقومون ببعض الأشياء التي تنسب إلى الشيعة أو الشيئية لكن مخفيا. إذا حسب ما نفهم أنه كأنما التشيع في نيجيريا مرتبط بالثورة الإسلامية. يعني لو لم تكن الثورة الإسلامية ما كان ينتشر التشيع في نيجيريا. هذا الذي تقوله. نعم. لكن أيضا كان هناك دعاة من قبل، يعني حينما أقول دعاة ناس يبينون معالم مذهبهم ويحاولون أن يدفعوا عن مدرسة أهل البيت التهم التي كانت توجه إليهم. لم يكن شيء من هذا في نيجيريا. لم يكن أصلا، ليس هناك وجود لعالم مدافع للشيعة. زين على المستوى الشخصي، على مستوى جنابكم الشخصي، كيف تعرفتم أنتم على مدرسة أهل البيت داخل هذا؟ نعم
التحرر. نعم، هنا ما بدأت هذه الاشتباكات أو هذه الاختلافات بين الإخوة. أنا شخصيا رأيت أن من الواجب أن أبحث وأرى بنفسي ما هي هذه، ما هو هذا المذهب الذي يتحدث عنه البعض ويشنون عليه الجارات. نعم. من اليمين ومن اليسار ومن كل جانب. فأول كتاب قرأته هو الشيعة هم أهل السنة لتجان السماوي. نعم. أتمنى هذا الكتاب أتأبني كثيرا، لأنه يعني سبب لي المشاكل في النوم، كنت أنام فأرى الرؤيا مختلفة، يعني لأنه أسلوبه لم يكن أسلوبا كأسلوب شرف الدين الموسوي في المراجعة. أسلوبه يعني يضرب الفكر، لذلك تجد بعض الناس الذين قرأوا تقصد يصدم الفكر. نعم، يصدم الفكر، يعني بعض الأحيان الإنسان يقرأ فيصدم، يصدم هكذا، لأنه يعني يكون عندما يريد أن يتحدث عن الشيء يذهب مستقيما. نعم. يعني يذكر حتى النتيجة بدلا من أن يتركك بأقلك وذكرك أنت تخرج النتيجة في بعض الأحيان. يعني لكن في نظرك هل هذا الأسلوب جيد أم نوعا ما يعني غير مناسب؟ نوعا ما يعني مؤقت، لأن أنا تحدثت مع بعض الأصدقاء في الثانوية وفي الجامعة، خصوصا بالجامعة، الذين قرأوا كتبه فقالوا إنه غير منصف. غير منصف؟ نعم، يقولون إنه غير منصف، يعني حتى يأتي بهؤلاء ببعض الأصحاب يقولون هؤلاء أئمة أهل السنة ويفعل كذا وكذا، يعني لكن يعني للذي لم يقرأ كتابا غيره غير جيد. حتى نحن في نيجيريا لا نؤتي. نعم، للذي لم يقرأ كتابا غيره غير جيد. نعم نعم نعم، جيد للمبتدئين. نعم. إذا لكن عندما قرأت هذا الكتاب قلت في نفسي يجب علي أن أجرد نفسي وأعتبر نفسي كشخص غير سني وغير شيعي. وأحكم وأحكم أقلي على ما أقرأه. هل ما يذكره صحيح؟ أترك الحكم. هل ما يذكره صحيح؟ أو غير صحيح؟ فكنت في وقت البحث في هذه الأيام التي أبحث عن حقيقة مذهب أهل البيت فيها. أخذ الحكم كأنني غير منتمي إلى مذهب من المذاهب، فعلت هذا، وفي النتيجة توصلت إلى أن الحق مع أهل البيت عليهم السلام. من خلال القراءات من فقط. خلال القراءات. نعم. كان لديك محاورات ومناقشات ومناظرات مع أشخاص آخرين في هذه المرحلة من المنتمين إلى الشيعة؟ نعم. لا، لم يكن هناك. ومن المنتمين إلى أن الحمد لله حينما بدأت هذه القراءة عرفت شيئا عن المذهب المالكي، وفي نفس الوقت الذي بدأت هذه القراءة كنت أدرس في الابتدائية. نعم. وفي مدرسة أبي أيضا كنت أساعده في التدريس. نعم. يعني حتى أساعده في تدريس مذهب المالكي والفكر والمذهب الأشعري. نعم. العقائد الأشعري. يعني أعرف هذه الأشياء. نعم. أعرف مبادئها. نعم. لم أجد صعوبة لفهم ما يقوله تجاه أهل السنة، لأن بعض الأشياء أعرفها. نعم. فقط بقي ماذا بقي هو لم أعرف ماذا يقوله مذهب البيت، وما هو التحليل بالنسبة لأقوال الأشعرية، التحليل الذي يسلب الإنسان إلى الخطأ. نعم. فهمتم؟ والمذهب المالكي أيضا. نعم. نعم. ومن خلال هذه القراءة استطعت أن أتحول. وبعد في هذه المرحلة، مرحلة القراءة والتحقيق. نعم. هل كان لديك محاورات ومناقشات مع أهل مع المالكية الذين كنتنا؟ لم يكن لدي هذه المحاورات. لم يكن هناك حوار. لم يكن. مجرد البحث. مجرد البحث، لأنني كما قلت لكم الذي يحتاج إلى المحاورة هو الذي لم يعرف ما يقوله السنة. جيد. الذي عرف لا يحتاج إلى المحاورة. جيد. نواصل هذا الحديث بعد الفاصل. مشاهدين الكرام، فاصل قصير ونستأنف الحوار. يا ربي
تقبل توبتنا يا ربي واغفر زلتنا وتعقف وامح خطيئتنا فاجب يا ربي دعوتنا وارحمنا يا الله يا سابغ النعمات يا دافع النقمات يا سامع الدعاء الله يا واسع العطاء الله يا دافع البلاء الله فاصفح ربي عما مضى وادفع عنا سوء القضاء بالمصطفى والمرتضى يا ربي أنعم بالرضا آمين الله من كل بلاء هو ينجينا ولدرب الخير هو يهدينا بعلي الطهر مذ يأتينا يروينا الكوثر. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام، نواصل حديثنا مع الضيف الأخ منير محمد سعيد من نيجيريا. أنت كنت قلت أنه قرأت كتبا سببت لي مشاكل، يعني من أي جهة يعني سببت لك هذه المشاكل؟ نعم، ذكرت كتاب السنة والشيعة وكذا. نعم، من جهة أن الكتاب الذي سبب لي المشاكل هو كتاب هذا الشيعة هم أهل السنة. الشيعة هم أهل السنة. نعم. وربما أظن أو أعتقد أن السبب هو أولا أن الشيخ تجاني السماوي هو يذكر تجربته وكيف وصل وكيف أصبح متشيئا، وأن يذكر حتى اعتقاده وفكره حول تشيعه. لا يذكر الأمور ويصدرها ويأتي بها ويترك الإنسان أو يترك القارئ يحكم بنفسه، يعني هو يذكر الأشياء ويحكم أيضا، يعني كأنها تريد أن تقول هناك تلقين. نعم نعم، تلقين يعني، نعم. يعني أسلوب تلقيني. نعم نعم، يعني كان المفروض أن يذكر المتعارضات والمتناقضات والمختلفات، نعم. ثم يطرحها للقارئ، نعم. ويترك القارئ مع ضميره. صحيح، هكذا يكون أحسن يعني. نعم نعم، لكن هو ما قام بهذا العمل في رأيك أنت، في رأيك. نعم نعم، إذن مشكلة كتبه أو كتابه هذا، نعم. هي تكمن في هذا النقطة. نعم هكذا، فكان المفروض أن هكذا تريد أن تقول. نعم هكذا أريد. وهناك نقطة ثانية هو، نعم. أنني قرأت كتابه الأخير وهو أشياته هم أهل السنة، لم أقرأ ثم اهتديت. نعم. نعم، ليس لم أقرأ، ما وجدت إلا ذاك. نعم. لذلك قرأت. نعم. ما قرأت ثم اهتديت وما يعني هذا هو هذا معنى قولك في السابق أنه الذي لم يكن قد قرأ كتابا أو كتبا من كتبه السابقة، نعم. فغير جيد له أن يبدأ بهذا الكتاب، هذا هو المقصود. نعم، ليس بالكامل هو المقصود، ليس بالكامل. نعم. يعني يمكن أن نحكم بهذا من طرف آخر، لو قرأت كتبه الثلاثة قبل هذا، نعم. لا سهل الأمر، ولكن لو قرأت كتابا آخر كالمراجعات، نعم. قبل كتبه لكان أسهل. فهمتم الفكرة؟ نعم طبعا، أجود كتابي هو فاسألوا عن الذكر. المراجعات هو السيد شرف الدين زعيم الشيعة في زمانه، يعني هذا يختلف عن شخص سني متحول يعني. صحيح صحيح. نعم، لكن على أي حال كتبه جيدة. نعم نعم طبيعي، من ناحية المضمون. نعم. لا شك، لكن نعم. هناك بعض المؤاخذات من هذا الذي، نعم. قلت، نعم. أنت أنه قد يصدم الإنسان. صحيح صحيح، يصدم الإنسان هكذا تقول. ها؟ صحيح، ينصدم الإنسان من بعد ما هو موجود في. نعم. صحيح. الآن نتحدث عن التشيع في نيجيريا. نعم. بالتقريب يعني، بحدود التقريب يعني الآن نسبة الشيعة في نيجيريا بالتقريب، طبعا ليس هناك تحديد لأن هناك كثير من الأمور تمنع طبعا النسبة الحقيقية، لكن بالتقريب كم يمثل الشيعة في نيجيريا مثلا؟ طبعا بما أنه ما أجري إحصاءات ولو مرة واحدة، فقد كل من يقول إنما يقول مخمنا فقط. نعم. البعض يقولون 5 ملايين، لكن أنا لا أعتقد هذا. أقل يعني؟ أقل أقل. لأن الإحصائيات، لأن الإنسان عندما يريد أن يحقق فيما يقوله أو يقرب الفكرة
يكون هذا ماذا يقولون هو التحقيق غير الكامل. نعم غير الكامل. يعني مثلا إذا قال الإنسان 10 ملايين أو 5 ملايين لينظر أولا كم مليون في نيجيريا، كم عدد المسلمين، وعندها يستطيع أن يحكم على فكرته هذه. مثلا نيجيريا كم عدد؟ أكثر من 150 مليون، أكثر من 160 مليون. نعم 75% مسلمون. جيد. إذا لابد أن نخرج. نعم مسيحيين والوثنيين. 25. نعم. من 25 يمكن أن تقول 3 أو 2، 1.5 أو 2 شيعة. من البقية يعني. من البقية. من البقية. يمكن مثلا أن أقول 2.5 مليون مثلا أو 3 ملايين. أما الكلام عن 10 ملايين غير صحيح. 10 ملايين صعب جدا، لأنه يمثل 1 في 10 مثلا. نعم يعني 10 ولم نصل إلى هذا الحد. ما وصلنا إلى هذا الحد. لا 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 ما وصلنا إلى هذا الحد. مع أن الثورة في البداية أثرت هناك وأنتجت متشيعين. نعم. فلماذا يعني بقيت النسبة قليلة طول هذه 30 سنة؟ طولها لا لم يكن طول 30 سنة من انتصار الثورة. 30 سنة. لا لا شروء التشيع في نيجيريا. نعم. إلى الآن يعني تقريبا يمكن أن تقول 12 سنة. أها. 12 سنة. نعم. وخلال 12 سنة يمكن وقت الحساب يبدأ من 10 سنة، لأن في 12 سنة القليلون المتشيئون في ذلك في هذه الأيام قليلون ما جدا. ما الذي منع بعد انتصار الثورة والحديث عن التشيع في كل مكان في العالم؟ نعم. ما الذي منع النيجيريين أن يطلعوا على التشيع في هذه 20 سنة بعد انتصار الثورة؟ اطلعوا، الذين اطلعوا قليلون، والذين تشيئوا أيضا من الذين اطلعوا أيضا هم قليلون أيضا. قلت لكم سابقا أن انتشار التشيع كان من خلال الثورة الإسلامية. الثورة الإسلامية تقلد الإمام الخميني. نعم. لكن لا تقلده مذهبيا اعتقاديا ولا فقهيا. يعني تريدون أن تقولوا أنه كان هناك تبليغ سياسي أكثر شيء؟ تبليغ سياسي في، يعني هل هذا هو المقصود؟ أنه كان الحديث عن الثورة كثورة وليس عن المذهب هكذا؟ نعم هكذا وليس عن مذهب. متى تحول إلى الثورة والمذهب؟ وخلال هذه السنوات 12 سنة التي مرت الأخيرة. الأخيرة. يعني في البداية كان التبليغ للمذهب قليلا. نعم. بالنسبة إلى نعم لا لم يكن هناك تبليغ للمذهب أصلا. فالمتشيع في الحركة تشيع خطف أنفه، هو بنفسه ذهب وبحث، لم يكن هناك كلام عن التشيع أصلا. يعني نعم عصامية يعني. نعم لأن بجهده الخاص. نعم لأن الحركة تعتقد على التركيز على الإسلام لا على المذاهب. أنت شخصيا هل تعتقد أن البحث يوصل إلى اعتناق التشيع؟ نعم. إذن لماذا لم يتشيع كل من بحث؟ الباحثون كم عددهم يعني؟ كثير. لا يعني لا هناك من يبحث، ليس في نيجيريا فقط، في العالم هناك. نعم. من يبحث بحب الاطلاع، هناك من يبحث يعني لأن عنده الشك، لكن لماذا إذا كان البحث هو نتيجة البحث هي التشيع، فلماذا لم يتشيع كل من بحث؟ ليه يعني؟ لأن الإنسان يعني ربما يكون في نفس فكر الإنسان مشكل. كما قلت لكم هناك بعض الذين قرأوا كتب تجانع السماوي لكن لم يتشيعوا. لماذا؟ لبعض الشبهات التي كانت في أقولهم. ربما مثلا يعتقدون أن الشخص الفلاني العظيم كيف يمكن أن نخطئه ونقول هو ليس على الصواب. ولكن هذا من ولكن القرآن يذكر هذا، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. أنا لا يمكن أن أتخذ عالما أو قائدا في مستوى أن تكون لديه الحقيقة المطلقة، لا يمكن. إذا وجدت حقيقة تتضارب مع حقيقته استوت الحقيقتان، فوظيفتي أن أوازن بينهما. فلماذا أقول لا يمكن أن يكون العظيم فلان على خطأ؟ لا هذا لمن عنده اطلاع وعنده تجربة، مثلا يمكن أن ينظر إلى ما قاله القرآن ويحكم به على فكري وعلى نفسي. ربما في رأيك هل التفت الشيعة إلى هذا النقطة؟ يعني
في تبليغهم نعم. في كتابتهم الشيعة هل أخذوا بعين الاعتبار أن الناس ممكن أن يكونوا يعظمون مشايخهم إلى درجة أنهم يرون الحق فقط مع مشايخهم؟ إذا كان قد أخذوا بعين الاعتبار هذا فما هي الوظيفة العملية التي اتخذوها من أجل حل هذه المشكلة؟ الشيعة أو نعم الشيعة من خلال ما قرأت أنت وما سمعت، أنت سمعت محاضرات كثير وشاركت في ملتقيات وقرأت كتبا شيعية كثيرة، هل تلاحظ من خلال قراءاتك وسماعاتك أنه نعم الشيعة تنبهوا إلى هذه النقطة وعرفوا أن الناس يكون عندهم مشكلة في مسألة الانتماء والتلقي عن الشيوخ، فما هو الموقف العملي الذي اتخذه الشيعة؟ قالوا نعالج هذه المشكلة عند الناس، هل وجدت في قراءاتك ما يدل على أنهم عالجوا هذه النقطة؟ نعم وجدت في قراءاتهم، لأن الكتب التي قرأتها كل من الكاتب يتناول هذا الموضوع. نعم. وحتى كثيرا ما يؤكدون على قول الإمام عليه السلام حين يقول اعرف الحق بأهلها. نعم. تعرف أهلها. لا تعرف الحق تعرف أهلها، أو اعرف الحق بالرجال لا تعرف الرجال بالحق. نعم. أنت كنت مسلما حينما تعرفت على أهل البيت. نعم. ما رأيك لو أنك كنت وثنيا، إن نيجيريا بها وثنيين. نعم. افترض أنك كنت وثنيا، هل كنت من خلال المحيط الموجود الوثني الموجود في نيجيريا هل كنت تتعرف إلى خط أهل البيت وأنت وثني فرضا؟ من الصعب. صعب. نعم. هل تعتقد الآن أن الشيعة نظروا إلى هذه المسألة وقالوا نحن نحاول أن ندخل الوثنيين في الإسلام، لا يهم أن يكونوا شيعة سنة يعني أشاعرة أباضية، هل تتصور أن هناك من الشيعة من تفرغ لهذه المسألة وقال نعم من وظيفتنا أيضا أن ندعو الوثنيين إلى الإسلام؟ هل وجدت في كتابات الشيعة ما يثبت هذا أنهم اهتموا بالوثنيين؟ من خلال قراءتي ما وجدت إلى الآن، ما وجدت ولا ما أعرف بمن بدأ هذه الحركة في نيجيريا نفسها. هل هناك مسلمون يعني منظرون لهم نظرية ينطلقون من خلالها لدعوة الوثنيين إلى الإسلام؟ هناك نعم. أكثرهم من الوهابيين. إذن الوثني ينتقل من الوثنية إلى الوهابية. نعم. وكذا الوهابيين هم الذين يكونون وحدات ويذهبون إلى بلدان الوثنيين، أو خصوصا مناطق التي يسكنونها في القرى. نعم. ويعزونهم ويساعدونهم، والمسيحيين أيضا يفعلون هكذا. المسيحيون يدعون الوثنيين إلى المسيحية. نعم. والوهابيون يدعون الوثنيين إلى الوهابية. إلى الوهابية. والشيعة لا يدعون الوثنيين إلى الإسلام. أنا ما رأيت هذه الحركة من. أنت ترى فائدة كبيرة للوثني أن ينتقل إلى الوهابية مباشرة؟ فائدة كبيرة. ما فهمت السؤال. يعني الوثني. نعم. الإسلام ليس هو الوهابية. نعم. بل أكثر المسلمين. صحيح. يعني متنفرون من الوهابية. نعم. مخاطر الوهابية على الإسلام ليست قليلة. هذا الذي ينتقل من الوثنية إلى الوهابية، في رأيك هل يكون عنده حظوظ كبيرة على التعرف على الإسلام غير الوهابي؟ فائدة في هذا يعني؟ نعم أرى فائدة في أن يتحول المجيسي إلى لا ليس هذا السؤال أنه الآن وقد صار وهابيا. نعم. أنت تعرف الوهابية مغلقة جدا. نعم. ويتحجر فيها الإنسان. صحيح. يعني هل ترى أنه عنده حظوظ كبيرة أن ينتقل، خصوصا أنه أسلم على يد الوهابيين؟ نعم. تلقى على يد الوهابيين. صحيح. هل ترى أنه يسهل عليه فيما بعد باعتبار أنه دخل الإسلام ولو على الشكل الوهابي، هل ترى أنه بسهولة يتخلص من قيود الوهابية ويتعرف على الإسلام الواسع صحيح الرحب؟ أعتقد ذلك. بأي شروط؟ لأن هناك بعض الذين حدث بهم هذا. نعم. تحولوا إلى الوهابية وبعد ذلك تحولوا إلى الشيعة. إلى الشيعة. نعم. هكذا من تلقاء أنفسهم؟ لا من خلال البحث ومن خلال الالتقاء بالإخوة.
يعني أكثر ما يتشيعون عندما يلتقون بشيعي ويبين لهم بعض الأشياء التي لا يعرفونها، فهم يعتبرون أنفسهم جدد في الدين الإسلامي، لذلك كثيرا ما تعجد مسائلهم مؤقدة على خلاف من ورث الإسلام من أبيه وأمه. يعني هذه المشكلة موجودة، ما سألتموني سابقا عن عدم تحول أكثر الناس مع اطلاعهم على الشيعة. كثيرا أعرف من الأصدقاء الكثير الذين أبوا أن يتحولوا إلى الشيعة اعتقادا بما أورثوه لهم آباءهم. إن شاء الله نواصل الحديث بعد الفاصل. مشاهدين الكرام، فاصل قصير ونواصل الحديث مع ضيفنا من نيجيريا. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام. أستاذ منير، يعني الآن القنوات غير الشيعية الفضائية أتكلم كثيرة، والقنوات الشيعية قليلة، قنوات تابعة لمدرسة أهل البيت. هل ترى أنت في هذه القنوات القليلة الشيعية يعني ما يؤدي وظيفة تثقيف الشيعة مثلا؟ هل ترى هذا؟ هل تحتوي على برامج تثقيفية؟ يعني طبعا البرامج التي تقوم بها القنوات الشيئية جيدة جدا ورائعة، ويستفيد منها الشيعة في جميع العالم. وأتذكر أنني في نيجيريا وبعض الأصدقاء أيضا الذين يفهمون العربية كثيرا ما نلتقي معهم ونتحدث عن بعض الأشياء التي استفدنا من هذه القنوات. واقعا يحاولون كل المحاولة ونشكرهم على ذلك، لكن هذا لا يعني أنها كافية. في الواقع نحتاج إلى أكثر، حتى تكون البرامج أكثر فائدة وأكثر إخاضة. كلما كانت القنوات أكثر تكون البرامج أكثر، وحتى يكون الإنسان في كل وقت، مثلا ربما لا أجد وقتا في بعض الأوقات التي تجرى بعض البرامج، لكن إذا كانت هذه البرامج كثيرة ومن قناة مختلفة في أي وقت يمكن أن أشاهدها وأستفيد. لكن ليس كل الناس في نيجيريا يتكلمون العربية. نعم، كم هو عدد الناطقين بالعربية في نيجيريا؟ قليلون بالنسبة. إذا كان لا يتكلم العربية فلا ينتفع من متابعة قناة ناطقة بالعربية. صحيح. اللغة أهم لغة في نيجيريا هي السواحلي. لا، هوسا. 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 ثم الإنجليزي. ثم الإنجليزي. حتى الإنجليزي طبقة مثقفة فقط يعني. نعم. لكن أساسين هوسا. نعم، وإبو يربا. إلى الآن هل هناك قناة فيها برامج بالهوسا إلى الآن؟ لم أعرف هذا. ليس هناك برامج. ليس هناك، وقد اقترحنا هذا الاقتراح. هناك قناة الهدى أيضا اقترحنا عليها، حينما استحضرتنا وأرادت منا التحدث باللغة الإنجليزية. أردنا لهم هذا الأمر وقلنا الهدى الشيعية، قناة الهدى الشيعية. نعم. من المستحسن أن يكون أن تكون هذه البرامج باللغة الحوسوية. نعم. كمان يعني 150 مليون فقط في نيجيريا يتكلمون الهوسة. هوسة، نعم. ليس كلهم. كم عدد الناطقين بالهوسة فيه؟ أكثر، لكن انظر مثلا حتى في السودان دولة عربية، لكن تجد 4 ملايين هوسة. نعم. الذين الناطقي هوسا. إذا الهوسا يعني ليست فقط في نيجيريا فقط، في غانا، في كامارو، في تشادي، في. ومع ذلك إلى الآن ليس هناك برامج شيعية تثبت بالهوسا. الأمر الذي يتأسف عليه الأمر المؤسف. مؤسف هذا. هذا أمر مؤسف. 150 مليون فقط في نيجيريا. وأيضا حتى قلنا ذكرنا شيئا، مثلا هذه ال. إخبارات العالمية، الشركات الإخبارات العالمية الغربية هذه. نعم. انتخبوا من اللغة الإفريقية هوسا وسواحيلي. نعم. ويبثون بها الأخبار. زين، في رأيك أنت ما هو السبب الذي يوصل إلى هذا؟ يعني لماذا لم يتفطن
مسؤول القنوات الشيعية إلى هذه النقطة، بحيث يعني مئات الملايين يتكلمون الهوسة وهم إلى الآن لم يبثوا برنامج الهوسة. نعم، أنا رأيي لأن الأمر كأنه حديث أحد، وكل أمر إذا كان حديث أحد لابد أن يعني يصل بمراحل متعددة، مرحلة التكامل في كل يوم يكون على طريق التكامل. يعني أنا بفكر يعني أظن أن في المستقبل ربما قبل سنة أو بعد سنة يوجد في بعض من ضمن هذه القنوات من يجعل اللغة الحوسة والسواحلية مثلا وتكون كلغة من حتى التيار الوهابي هل يبث هو بالحوسة؟ لا يبثه. إذا التيار الوهابي لا عفوا ما سميته. لا أقول لا أبث. هل تعرف قنوات إسلامية تبث بالحوسة؟ لكن الشيخ هناك نقطة التفات التي من المستحيل جيد جدا أن نلتفت إليها. الوهابية حتى في نيجيريا مثلا يبثون كل البرامج باللغة الحوسة، لكن الشيء ممنوع إلا في محافظة واحدة. محافظة ممنوع ماذا؟ مثلا في كانوا في مدينتي التي هي أكبر مدينة. نعم نعم. حاولنا كثيرا لكن لم يترك الفرصة. حاولتم ماذا؟ لهذه الإقامة ببعض الأشياء، بعض المحادثات أو بعض بص بعض الأشياء الشيئية باللغة الحوسة. منعت الحكومة يعني. حتى الإذاعة يعني. نعم حتى الإذاعة الحكومة منعت. نعم نعم. إذا لا يمكن محليا أن تبثوا شيئا. نعم. لابد نعم. أن يكون من الخارج. نعم. أما محليا فلا يمكن. محليا يمكن في بعض المحافظات، بعض المحافظات يشددون ككانوا وبعضها لا يشدد. البرامج التي رأيتها إلى الآن برامج باللغة العربية، نعم، ما هو أثرها على المسلمين في نيجيريا؟ المسلمين. نعم. من الشيعة المسلمين عموما. نعم. تأثيرها كما سبق أن قلتم يختص بالذين يتحدثون باللغة العربية ومن يدرس. البعض يفهم اللغة يدرس، كل ما التقط من هذه القناة من الفوائد يبثه على الطلبة. وبالنسبة للأدئية وهذه الأذى، نعم، هذا يستفيد منه كل الشيء. جيد. ما هي البرامج؟ يعني كلمنا عن نوع البرامج التي تؤثر هناك ويستفيد منها الناس. يعني هناك برامج في العقيدة، هناك برامج سياسية، برامج فكرية، برامج فقهية. نعم، أكثرها فكرية وعقيدية. نعم. وعقائدية. نعم. مثل برامج التي يقوم بها الشيخ يا هذا كوراني. نعم. كثيرا ما يستفيد منه الأخوة كثيرا. نعم. جدا جدا في هذه القنوات. هل يستفيد الناس من الأدعية هناك، مثلا أدعية أهل البيت؟ صحيح. يتابعونها. يتابعونها. يستمعون إليها. يستمعون. نعم. ينتفع بها الناس هناك. صحيح. خصوصا عندما يكون الدعاء بصوت جيد يعني، لأن المضامين مهمة جدا. صحيح. هل ترى أنت أن الأدعية موجودة في القنوات الشيعية بشكل كافي يعني؟ نعم، بما أنني لا أتابع الأدعية كلها في نعم. القنوات يعني أقرأها في البيت في بعض الأحيان مع العالم نعم. مثلا لا يمكنني أن أخصي هذه الأدعيات. نعم. ولكن على كل الأحوال كما قلت سابقا أن إذا كانت أكثر تكون فائدة. ماذا تقترح أنت؟ أنت الآن كمشاهد يعرف اللغة العربية. نعم. ويعرف لغة الهوسة النيجيرية. أنت الآن مشاهد نيجيري. نعم. ماذا تقترح؟ ما هو الفراغ الذي تراه بحيث ينبغي أن يملأ؟ ماذا تقترح من الإعلاميين الشيعة أن يقدموا؟ ما أقترحه للإعلاميين الشيعة هو تقديم الزائد من البرامج، لأنهم يعرفون البرامج التي تقدم الآن، الزائد منها، المزيد منها. نعم. حتى العلمية مثلا درسية. نعم. بحيث يستطيع الإنسان وفي بيته يدرس. هذا يعني أهم مقترح. نعم. أنك نعم. تقترح على الإعلاميين. نعم. أن يخصصوا وقتا لتعليم الشيعة. نعم. القضايا التي تهمهم من دينهم. نعم. 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 يعني إذا الآن غير كافي، الآن لا يوجد في رأيك هذا؟
أنا رأيت قناة القنوات الشيعية همها هو هذا، هو دروس في الفقه، دروس في العقيدة، دروس في لعل المشاهد، لعل الوقت لا يناسب المشاهد، يعني وقت البث مثلا، يعني الآن البث ممكن في نيجيريا يكون الساعة 3 صباحا، الناس الساعة 3 صباحا ينامون، لا يتابعون، لعل المشكلة هي مشكلة التوقيت. نعم نعم. لا أنا أعني به كطالب الفصل مثلا، الدارسين الدارسي. نعم نعم. الطلاب يعني تخصيص الطلاب. برامج للطلاب. نعم للطلاب هكذا، هذا الذين لا يستطيعون أن يلتحقوا بالجامعات. نعم. أو ظروفهم تمنعهم من متابعة. نعم. الدرس. إذن هذا هو مقترحك، هذا هو مقترح، أن تكون هناك برامج خاصة بالطلبة. نعم. بحيث يمكن للطالب الذي يتابع عبر الفضائية أن يقدم. نعم. الامتحان مثلا. نعم. هكذا. نعم. واقتراح الثاني هو أن يكون هناك برامج باللغة المحلية، الهوسة، هوسة وسواحلي. نعم. على مستوى الكتابة عندكم كتب مترجمة للهوسة؟ نعم، الآن هم بسبب الترجمة في كل يوم يعني يترجمون، حتى الدراسة الأكاديمية يجعلونها باللغة المحلية الآن. نعم. في كل يوم. ما عندكم مشكلة طبع كتب في نيجيريا إذا ترجمتم إلى الهوسة؟ لا ما عندنا مشكلة الطبع، يعني لا يمنعكم أي واحد من الطبع؟ لا يمنع. أنا مثلا ترجمت 8 كتب. نعم. الآن أترجم الثامنة الآن، اسمه صدق رسول الكريم، وثلاثة من الكتب التي ترجمتها طبعت في نيجيريا كلها. نعم. نعم. من اللغة العربية إلى حوسة. في رأيك أنت ما هي النقاط المهمة التي تترك إنسان يعيش في إفريقيا ورث الإسلام عن آبائه تخليه يتحول إلى أهل البيت؟ النقطة المهمة. نعم. التي تمنع أو لا تسبب. التي تحث، التي تشجع على التحول إلى مدرسة أهل البيت. نعم. النقطة المهمة التي تشجع هو أن هو إشعار الناس أو محاولة إقناع الناس بالحرية في الفكر، بالحرية في الفكر، بحيث لا يقيدون بما ورثوه عن آبائهم. يعني أكبر مشكلتنا هنا. يعني أنت من خلال تجربتك. نعم. لاحظت أن مدرسة أهل البيت فيها حرية الفكر. نعم نعم. فيها حرية التعبير. صحيح. ليس فيها قمع. صحيح. والسؤال عنه بدعة واسكت، ليس فيها اسكت، تستطيع أن تطرح أي سؤال. نعم. هكذا هذا. نعم. شيء لاحظته. نعم نعم. يعني الطريق الذي يحاول يستطيع الإنسان أن يحول إلى المذهب الصحيح بواسطة تحرير فكره، وهذا تحرير الفكر كما قلتم هو الأساس في مدرسة أهل البيت عليهم السلام. لأنني لاحظت كما قلت لكم أن الكثير من الذين لم يتشيئوا وقد طلعوا على الكتب هو حفظا على هذه الوراثة، لأنهم غير أحرار فكريا. غير أحرار فكريا. نعم نعم. إذن هنا كثير من المسلمين غير أحرار فكريا. صحيح. إذن عندنا مشكلة حرية الفكر من الناحية العملية في الإسلام. صحيح صحيح. موجود هالمشكلة هذه. موجود. ينبغي أن تعالج. نعم. ماذا تقترح أنت لتحرير الفكر عند المسلم عمليا؟ عند المسلمين. ماذا تقترح أنت؟ ما الذي تنصح به الناس كي تتحرر أفكارهم في البحث. نعم. والتحقيق؟ ما أنصح به الناس الجميع هنا هو أن علينا أن نرجع إلى أصل خلقتنا الفطرية، يعني على أن هي التي كان أساسها الفكر الإنسان الخالص، لأن الإنسان يتحول إلى شيء آخر عندما يولد في البيئة وتربيه البيئة. لذلك ترى الإنسان، أنت تقصد الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة. نعم يولد على الفطرة. إذن. نعم. على الإنسان العاقل أن يلقي تلك البيئة تماما بتمام، ويأخذ ما عليه العقلاء. نعم. نعم. ويصوب عليه حياته، وعندما. نعم. يقوم الإنسان بهذا حتما سوف يكون مستقبله مستقبلا جيد، لأن الآلات والتقاليد. نعم. تختلف. فطرة الله التي فطر الناس عليها. نعم أستاذ منير، نشكرك على هذا الحوار، إذا أعطيت الفرصة لنا لنجري هذا الحوار. العفو. كما نشكر جميع المشاهدين الكرام الذين تابعوا البرنامج، وباسمهم جميعا أيضا نشكرك مرة ثانية. مشاهدين الكرام، لم يبقى لنا إلا أن نودعكم، لأن وقت البرنامج قد انتهى. إلى حلقات قادمة.
دمتم بخير، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته.